بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلومه وبكم آمين. ولا يزال الكلام عن الاستدلال على وجود الله سبحانه وتعالى. وبدأ الإمام البابرتي رحمه الله تعالى يتكلم في طريق إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الاستدلال، فقال: ولإبراهيم عليه الصلاة والسلام مقامات، أولها مع نفسه، يعني يستدل على وجود الله تعالى لنفسه. قرأنا هذا في الدرس الماضي، وقلنا إن هذا فيه خلاف، هل هو كان يستدل على وجود الله عز وجل، وهل ظن أن الكواكب، أن الشمس والقمر هي ربه، هل ظن هذا؟ والحقيقة أن القول الراجح أنه كان يتماشى مع قومه من أجل أن يقنعهم أن ما يفعلونه هو عين الخطأ، وهذا لا يقوم عليه دليل، بل الدليل قام على بطلانه. نعم. لذلك قال: أولها مع نفسه، وهو قوله فلما قوله سبحانه وتعالى: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. وهذه هي طريقة المتكلمين في الاستدلال، في الاستدلال بتغيرها على حدوثها. التغير دليل الحدوث. لماذا يا إخواننا؟ لأن التغير هو عبارة عن حدوث، يعني كل شيء يتغير، إنما تغيره هو حدوث صفات فيه. فالتغير هو عبارة عن حدوث، ولذلك كل متغير فهو حادث قولا واحدا، لأن التغير هو عبارة عن تجدد لصفات لم تكن من قبل. فإذا هذه الصفات تحدث، وملازم الحادث حادث. نعم. وهذه هي طريقة المتكلمين في الاستدلال بتغيرها على حدوثها. ثم إن الله تعالى مدحه على ذلك فقال: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. هذا يدل على أن الاستدلال ليس لنفسه، لإقناع قومه. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه. نعم. وثانيها حاله مع أبيه، وهو قوله سبحانه وتعالى. لاحظوا إخواننا إلى هذا المقام، قال سبحانه وتعالى حكاية عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. يعني أنت تعبد أشياء لا تستحق العبادة، هذه الأصنام لا تسمع ولا ترى ولا تغني عنك شيئا، فبماذا استحقت العبادة؟ الله عز وجل بين لخلقه عندما طلب منهم أن يعبدوه، قال سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. فإذا من خلق ومن رزق هو الذي يستحق العبادة. ولذلك أنت تعبد صنما لا يسمع ولا يرى ولا يضر ولا ينفع. نعم. إيه. هذا فيه خلاف، فيه خلاف بين العلماء، هل هو أبوه أو هو عمه، ويقال للعم أب. هذا فيه خلاف بين العلماء، ولكن لا يضر ولو كان أباه، والله تعالى أعلم.
لأن يعني المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كل أجداده أمناء شرفاء، ولا يضر، يعني المهم أنه لا يوجد في نسب النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد سفاح، كله نكاح. أما الكفر فربما وجد. نعم، والله تعالى أعلم، والله تعالى أعلم. فعبد المطلب ها سمى ابنه أبا لهب، سماه عبد العزة، فربما وجد فيهم شرك، وهذا لا يضر، هذا لا يضر. فلو الله أعلم، ولو كان أباه فهذا لا يضر في شرف نسب النبي عليه الصلاة والسلام. على أن بعض العلماء قال المقصود بأبيه هو عمه، ليبين أن نسب النبي صلى الله عليه وسلم يعني كله من المؤمنون، من المؤمنين. والمسألة خلافية. نعم. الله. وثالثها مع قومه بالقول والفعل. الدعوة إلى الله عز وجل بالفعل فيها إقناع أكثر. كيف بالفعل وكيف بالقول؟ قال الله تعالى فجعلهم جزاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. فجعلهم جزاذا إلا كبيرا لهم. لاحظ سيدي، أولا قال لهم بالقول أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. هذا بيان بالقول، قال لهم هذه لا تنفعكم ولا تضركم. وأكبر دليل على ذلك أني أنا حطمتها وكسرتها، فهذا دليل فعلي وليس قوليا أنها لا تضر ولا تنفع، ولو ضرت أو نفعت لنفعت نفسها. فهذا المعنى أنه بالقول والفعل، يعني بين لهم بالقول أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم. الصوت يأخذ. نعم. وبالفعل ماذا؟ بين لهم أنها فعلا لا تضر ولا تنفع. ورابعها حاله مع ملك زمانه نمرود، وهو قوله ربي الذي يحيي ويميت، فاستدل على الربوبية بفعل يعجز عنه غيره من الإحياء والإماتة وإتيان الشمس من المشرق. نعم. طيب يا إخواننا، طبعا الآية معلومة، ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. في المناظرة إخواننا، المناظر إذا أتى بدليل وعارضه الخصم ثم صاحب الدليل لم يجب عن اعتراض الخصم يكون هذا إفحاما. فهل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما اعترض
النمرود. هل انتقل إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى دليل جديد؟ كأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلم وقبل بكلام النمرود. يعني لاحظوا إخواننا، هذا أمر جدا مهم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: ربي الذي يحيي ويميت. فالنمرود غالط الناس، وطبعا كل ملك يدعي الربوبية على الناس هو لا يدعيها إلا بعد أن استجهل قومه. قال الله تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، عن فرعون. فالملك لا يقول للناس أنا ربكم إلا بعد أن يجد فيهم استعدادا لذلك وجهل وكذا. فلذلك حاول النمرود أن يستثمر جهل بعض الناس. قال: إذا كان الإله يحيي ويميت أنا أحيي وما في مشكلة، كيف تحيي وتميت؟ غالط وقال: تمام، هذا إنسان بريء، أقتله أمته، ويوجد إنسان يستحق الإعدام أو الموت، أنا أطلقه. فأطلقه، أنا أحييت وأمت. طبعا بعض الناس ينطلي عليهم، يعني يمر عليهم هذا الأمر، أوه والله النمرود رب يحيي ويميت. طيب، هل قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. هل إبراهيم عليه الصلاة والسلام سلم الاعتراض وأقر أن النمرود يحيي ويميت؟ إذن لماذا ترك الدليل وانتقل إلى دليل آخر؟ وهذا نوع إفحام. والصواب أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما ترك الدليل الأول، وإنما ذكر نفس الدليل الأول، ولكن بأسلوب لا يستطيع النمرود أن يعترض عليه. يا شيخنا، أنت تولد وتبدأ الروح فيك، فبداية حياتك تشبه شروق الشمس، ونهاية حياتك هي الغروب. فماذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام؟ قال له كأنه قال: أحيي النفس بعدما ماتت. يعني كما أن الروح تخرج من الإنسان، وشبه هذا بغروب الشمس كأنها ماتت، فقال له: فأتي بها من المغرب، يعني أرجع الشمس، كأنه يقول: أحيي هذه النفس بعدما ماتت. نفس السؤال الأول. فإذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما ترك الدليل الأول، وإنما أتاه بأسلوب لا يستطيع هو أن يغالط الناس. قال له: أنا أقصد بالإحياء أن تعيد روح إنسان بعدما خرجت، لا أن تأتي بإنسان حي فتقول أنا أحييته، ليس هذا هو الإحياء. معنى الإحياء بعد الموت إنسان خرجت روحه أحيه بعدما مات، مثل الشمس غربت أرجعها إلى النهار. إذن
إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما أفحم، وإنما أتاه بنفس السؤال بأسلوب آخر لا يستطيع أن يعترض عليه النمرود. إيه؟ لما لم يقل إبراهيم أحيي من أمت؟ تمام. قال له نفس الكلام، يعني فأتي بها من المغرب، أي أرجع الروح كما خرجت أرجعها، نفس الكلام. نعم. ممكن شروق الشمس من المغرب أيضا من علامات يوم القيامة وإخراج الناس من قبورهم، هذا المعنى؟ يعني أخرج من مات من قبل أحييهم؟ يعني أنا لا أجد علاقة بين هذا وذاك. تمام؟ والله تعالى أعلم. نعم. واضح الكلام إخواننا؟ نعم. يقول طبعا كل هذا الكلام أسيادنا، كل هذا الكلام من أجل ماذا؟ رد على الحشوية الذين يقولون لا يجوز الاستدلال على الله عز وجل بالعقل، لا يجوز خلص نحن نؤمن، عندنا كتاب وسنة، نؤمن بما جاء في الكتاب والسنة، ولا يجوز الاستدلال بالعقل. نقول له إذا أمرنا القرآن والسنة أن نستدل بالعقل ماذا نفعل؟ هذا كله أدلة على أن الإنسان ينبغي أن يعمل عقله في الاستدلال على الله عز وجل وعلى صفات الله سبحانه وتعالى. نعم. يقول وموسى عليه الصلاة والسلام عول، يعني اعتمد في أكثر الأمر على دلائل إبراهيم عليه الصلاة والسلام. الآن المصنف سيعقد مقارنة بين استدلالات إبراهيم عليه الصلاة والسلام واستدلالات موسى، يقول وإن اختلفت العبارات فاستدلالهم متقارب جدا. نعم. وذلك لأن الله تعالى حكى في سورة طه لما فرعون قال له قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ها، خلق أعطى الخلق ثم هدى. قال وهو بعينه الدليل، هو الدليل الذي ذكره إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قولي الذي خلقني فهو يهدي، خلق وهداية. نعم. ثم هدى، هنا ثم تفيد الاستمرار في أزمنة، يعني الله عز وجل، اسمع مولانا هذا مهم جدا جدا جدا، ثم هدى، هذا ثم ماذا تفيد؟ هذا فيه رد عظيم على المعتزلة الذين يقولون الله عز وجل يعطيك قوة وبعد ذلك يتركك، أنت فيك قوة مودعة وبعد ذلك أنت وحتى الحيوان، حتى الحيوان الله عز وجل أعطاه قوة وبعد ذلك هو يخلق فعله وهو يهتدي إلى منافعه. والصواب يا إخواننا الذي لا صواب سواه أن جميع المخلوقات لا تستغني عن الله عز وجل طرفة عين، لا إنسان ولا حيوان ولا ملك ولا جن ولا شيء أبدا. نعم الله عز وجل فطر أو وضع في البهائم غرائز تهتدي بها، ولكن هذا بعد ذلك كله بخلق الله لحظة فلحظة. الله عز وجل نعم أعطانا استعدادات عقلية وجسدية
والأدوات إلى آخره، ولكن لا نستغني عن الله عز وجل ولا في لحظة من حياتنا. والإمام الطحاوي سيأتي معنا أنه قال: من اعتقد أنه يستغني عن الله طرفة عين فقد كفر. فإذا ثم هدى، هذا يدل على التراخي، هو ثم هدى ثم هدى الهدى للنافع والخلق، لا يستغني عن مخلوقون اللغات أبدا. فهذا للاستمرار، والله تعالى أعلم. نعم. وقال في سورة الشعراء، طبعا هذا كلام موسى عليه الصلاة والسلام: ربكم ورب آبائكم الأولين. وهذا هو الذي قال إبراهيم: ربي الذي يحيي ويميت. كيف، ما علاقة يا شيخ يوسف هذه الآية؟ تمام، ربكم ورب آبائكم الأولين، ثم قال ربي الذي يحيي ويميت، ما علاقة؟ طبعا علاقة قوية. ربكم، لاحظ سيد، ورب آبائكم، فهو إذن يميت الآباء ويحيي الأبناء، ثم يميت الأبناء ويحيي أبناءهم، وهكذا. لاحظ ذكر الآباء والأبناء، أن البعض يموت والبعض يحيا، فإذا ربي الذي يحيي ويميت، نفس الشيء نفس الشيء. تمام، ما معنى الآباء والأبناء؟ هؤلاء يموتون وهؤلاء يحيون، ثم هؤلاء يموتون وبعدهم من، وهكذا. من الذي يحيي ويميت؟ من الذي أمات الآباء وأحيا الأبناء؟ هو الذي يحيي، نفس الشيء، ربي الذي يحيي ويميت. لكن العلماء عندهم دقة ملاحظة، يفهمون ما وراء الألفاظ، فأحيانا يوجد ألفاظ مختلفة إنما تدل على معنى واحد، وهذا يلاحظه أهل الله ونحن نتعلم منهم. نعم. فلما لم يكتفي فرعون وطالبه بشيء آخر، قال موسى: رب المشرق والمغرب. وهذا الذي هو قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. نعم، طبعا تعلمون إخواننا أن القرآن الكريم، سألني أخ قال: رب المشرق والمغرب، ورب المشرقين ورب المغربين، رب المشرقين ورب، هكذا الآية. نعم، ورب المشارق والمغارب. آية شيخ يوسف، فالجواب بسيط إن شاء الله عز وجل. أولا، رب المشرق والمغرب الجهة، يوجد جهة مشرق وجهة مغرب. رب المشارق والمغارب معلوم إخواننا أنه في كل يوم الشمس لها مشرق يختلف عن اليوم الذي قبله. كل يوم، كل يوم لا نرى هكذا، ترى، والله أنا كنت أرى، لكن يجب أن يوجد علامة. مثلا أنا كنت أسكن في مكان أمامه من بعيد في جول تبا أو سيران تبا، لا أعرف، كان يوجد برج عالي جدا، إذا تعرفونه، عالي جدا، فأنا كنت أرى الشمس تشرق، أيام تكون بعيدة عن هذا البناء
بعيدة عن هذا البناء، يعني بالنظر ما نراه 100 متر. ثم في اليوم الثاني بعد أسبوع تكون 50 متر. بعد أيام تشرق من خلفه. أبدا لو يوجد أن تلاحظ، انظر إلى جهة المشرق، لو بيتك له نافذة إلى جهة المشرق، تمام؟ انظر إلى بناء محدد وانظر إلى الشمس كل يوم، كيف يختلف شروقها أو مكان شروقها في كل يوم، والغروب أيضا. كل يوم تغرب في مكان آخر. فإذا رب المشارق ورب المغارب. ما الحكمة سيدي؟ هكذا خلق الله الكون. الكون كيف تتبدل الفصول، كيف يطول الليل ويطول النهار ويستويان بسبب هذا الاختلاف. فالأرض عندما تدور حول الشمس أحيانا تكون قريبة من الشمس وأحيانا تكون بعيدة عن الشمس. وشيء عجيب لو نتكلم في هذا، والله يطول الكلام، لو نتكلم عن جاذبية الشمس وجاذبية الأرض وغير ذلك يطول الكلام الآن. لكن نحن مرت معنا هذه الآية فنذكرها. فإذا هذا رب المشرق ورب المشارق والمغارب، تمام؟ رب المشرق أي أين هما؟ أين يوجد مشرقان يقال لهما المشرقان، يعني المشرق الأعظم والمشرق الأعظم والمغرب الأعظم والمشرق الأعظم. كيف؟ يعني الآن هذه جهة الغرب، فكل يوم الشمس تغرب في مكان هكذا هكذا هكذا، لكن لا يمكن أن تبقى هكذا حتى تغرب الشمس من الجنوب. يوجد نقطة هي آخر مغرب، هذا اسمه. أيضا عندما تكون بهذه الجهة لا يمكن أن مثلا تغرب الشمس في الشمال يصبح الشمس جنوب، لا يمكن. فمهما تبدل يوجد آخر نقطة هنا، ثم بعد ذلك ترجع، أيضا تصل إلى آخر نقطة ثم بعد ذلك ترجع. وأيضا في الشرق، نعم، تخرج من هنا من هنا من هنا من هنا، ستصل إلى نقطة آخر جهة الشرق، لا يمكن أن تبقى والله تشرق حتى تشرق من الجنوب. وأيضا من هذا الطرف تبقى في جهة الشرق، وهكذا إلى آخر نقطة ثم ترجع. فآخر نقطة من هنا وآخر نقطة من هنا مشرقان، وآخر نقطة هنا وآخر نقطة هناك مغربان، رب المشرقين ورب المغربين، تمام مولانا؟ هذا في القرآن، في القرآن كلها تمام، آيات قرآنية. لأن الأخ الذي سألني يعني كان متعجبا، قل كم مشرق وكم مغرب. ممكن أن تحمل، هذا تفسير مقبول، ويمكن أن يحمل أيضا أنه يوجد في العالم، يعني من قديم كان يظن أنه يوجد شمس واحدة هي شمسنا، كما مر معك في قطر النار. يوجد الشموس سيدي؟ طبعا. لو ابن هشام يعيش في هذا الزمان لا يضرب بهذا المثال. لأن ابن هشام في قطر الندى قال النكرة ما شاع في جنس موجود، نكرة مقدرة، ما شاع في جنس موجود أو جنس مقدر.
فكلمة شمس تصلح لكل ما كان كوكبا نهاريا، وإنما امتنع صدقه على متعدد بسبب ماذا؟ بسبب أنه لا يوجد إلا شمس واحدة. فلو فهمنا من شمس هذه الشمس لا يعني أنها معرفة، فهي نكرة، وإنما عرفنا أن المقصود هذه الشمس. لماذا؟ لأنه لا يوجد إلا واحدة، هكذا كانوا يظنون. والحقيقة الآن يوجد مليارات تريليونات، أنا قلت لكم منذ أيام اكتشفوا مجرة واحدة فيها 3 ملايين مليار، قلت لكم يعني 3000 تريليون شمس، مجرة واحدة قلت لكم، أظن اسمها إيل جوردو سموها، يعني هم في هذا منظار هابل. نعم. فلذلك ممكن رب المشارق والمغارب، كل شمس لها مشرق ولها مغرب، إشارة إلى هذه الشموس الهائلة. وهذا إعجاز للقرآن الكريم، إعجاز للقرآن الكريم. من قبل كانوا يعتقدون أنه لا يوجد إلا هذه الشمس، فالقرآن الكريم عندما يقول رب المشارق ورب المغارب هذا يدل على وجود شموس كثيرة تشرق وتغرب. تمام. أيضا من قبل، كم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لو نظر الإنسان إلى السماء كم نجما يرى؟ قولوا لي. يعني تقريبا بعينك كم نجما ترى؟ في الليل نفس الشيء. أنا كم أرى نفس الشيء، يعني كم تقريبا؟ والله لا يحصى. لا، لكن ألف مثلا، مئات، مئات. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أشار إشارة أنها مليارات. تعرف ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما تكلم عن الحوض؟ قال عدد كيزانه كنجوم السماء. لاحظ، يعني عدد كؤوس الحوض عدد كؤوس مثل نجوم السماء. في ذلك الوقت لو نظر الإنسان إلى السماء المصحية سيقول يعني يوجد 1000 كما قال الشيخ يوسف، 2000، 3000. تمام. يا شيخ، يمكن أن يكون على حوض رسول 3000 كأس ويوجد مليارات يريدون أن يشربوا؟ سيكون حوض النبي صلى الله عليه وسلم عذابا وليس رحمة. إذا إنسان سينتظر كم سينتظر حتى يستطيع أن يشرب؟ بليان أشرب سيدي. طيب، الكريم إكرامه كامل، يحضر لك الكؤوس وكل شيء. تمام. لكن لما قال النبي عليه الصلاة، الآن ظهر هذا، عدد كيزانه كنجوم السماء، الآن ظهر هذا في ذلك الزمان لا يرى. مهما نظرت إلى السماء سترى مئات فقط. فهذا أنا يعني أعتبره إعجازا الله عز وجل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، فالله يقول له، يوحي له بذلك. هذا فيه إشارة أن عدد كؤوس الحوض بالمليارات، وهذا في ذلك الوقت لا يفهم، لأن الإنسان سيفهم أن عدد يوجد على الحوض 3000، 5000 كأس فقط، والله تعالى أعلم. والله عقلي لا يقبل.
يعني في المحشر يعني يوجد مليارات إنسان نعم. يعني يدخلون إلى الجنة يعني نتسابق مثلا أنا أريد أن أخذ هذا الكأس والزيت أولا الحوض ليس في الجنة الحوض ليس في الجنة سنتكلم إن شاء الله لكن باختصار الآن لأن ورد في الصحيح أن بعض الناس المحسوبين على هذه الأمة ينتسبون إلى الإسلام وقد بدلوا وحرفوا في العقيدة وفي كل شيء ينتسبون إلى الإسلام كأن الصوت ما في مشكلة يجب أن تصبروا علينا وأن نصبر عليكم يوجد صوت عندكم؟ طيب يلا في الخارج هل يوجد؟ لا لا يوجد يوجد في الخارج يوجد إذن هنا؟ رجع على الشردان كفاق الشردان الشردان هنا؟ ونسيس كلمة ديال ما يلا هل يحدث أحيانا يجب أن تجدوا حلا لهذا نعم ورد في الأحاديث الصحيحة أن أناسا يأتون ليشربوا وهم محسوبون على هذه الأمة فيطردون يزادون كما يزاد البعير الأجرب يطردون عن الحوض فيقول النبي عليه الصلاة والسلام يا رب إنهم من أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ليس هنا الإحداث يعني بعض المعاصي أو كذا لا لا الإحداث في العقيدة تغيير الدين وإن كانوا يقولون نحن مسلمون نعم فأقول سحقا سحقا يعني هلاكا هلاكا فهذا يدل على أن الحوض ليس في طبعا أبدا في الجنة لا يوجد أحد يطرد بعد أن يدخل الناس إلى الجنة ما لا يوجد أحد تمام شيخنا فإذا الحوض طبعا هل الحوض هو الكوثر؟ لا مع أن النبي عليه الصلاة والسلام وصف ماء الحوض وماء الكوثر بأنه أبيض من الثلج وأحلى من العسل لماذا؟ لأن ماء الحوض من الكوثر يقول النبي عليه الصلاة والسلام عن الحوض يغط فيه ميزابان من الجنة تمام فإذا ماء الحوض من الكوثر نعم حتى ابن عباس رضي الله عنه ما قبل أن يكون الكوثر هو النهر الذي في الجنة قالوا له ما هو الكوثر طبعا الكوثر فوعل من الكسرة يعني هو مبالغة في الكسرة يعني الكسرة الكثيرة لنقول فقالوا يا ابن عباس ما هو الكوثر قال الخير الكثير إنا أعطيناك الكوثر يعني الخير الكثير فقالوا له يقولون أو يقال إن الكوثر هو نهر في الجنة قال النهر من الخير الكثير يعني الله عز وجل أعطى النبي صلى الله عليه وسلم أشياء كثيرة منها النهر
ومنها الحوض ومنها كذا ومنها الشفاعة ومنها كذا. فإذا إنا أعطيناك الكوثر خير هو أعم من النهر، والنهر ما هو إلا جزء من الخير الكثير الذي أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسلم. طيب أين يحشر الناس يعني يوم القيامة؟ في الدنيا وال يعني في الجنة هنا في هذه الدنيا؟ أنتم تريدون أن تأخذوا العقيدة كلها في درس واحد. باختصار أن الناس عندما يحشرون من قبورهم لا شك أنهم في هذه الدنيا، القبور في الأرض، فعندما يحشرون متى إخواننا يعني أهوال القيامة متى تكون؟ أهوال القيامة هل تعلمون أنها تكون في القول الراجح يعني إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا نعم وإذا الجبال سيرت؟ تعرفون متى؟ عند النفخة الثانية، عندما يقوم الناس من قبورهم وإذا القبور بعثرت، يعني عندما هنا تبدأ القيامة، هنا تبدأ القيامة ويتهاوى كل هذا الكون. ليس النفخة الأولى، النفخة الأولى يموت الناس ولا يبقى أحد، والناس وغير الناس. كل شيء فان ويبقى. اصبر شيخنا، على رأسي. طبعا عند النفخة الأولى كل شيء يفنى. حتى المحشر، حتى كل شيء. اصبر سيأتي في وقته إن شاء الله. متقطع هذا، يعني كيف سنوصل الأجزاء ببعضها؟ ما في شيء، كله موصول من خروج القبر إلى الجنة والنار. ما في شيء، باختصار بثلاث كلمات. تمام، عندما طبعا تأتي القيامة الصاخة الطامة القارعة الواقعة، كله يدل على هذه الأهوال وهذه الأحداث تكون عند النفخة الثانية يوم يقوم الناس لرب العالمين. لذلك متى يقول الإنسان لماذا إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها أخرجت الأموات؟ طبعا إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت خرج الأمر هنا. فهذا كله عند النفخة الثانية، هنا تبدأ القيامة. تمام سيدي، تبدأ القيامة، يقوم الناس في هذه الأرض. بعد ذلك الله عز وجل يبدل هذه الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. متى تبدل وكيف تبدل؟ مع أن يوجد بعث ويوجد نشر ويوجد حشر. تمام، النشر خروج الناس من قبورهم، والبعث إعادة الأرواح إلى الأجساد ثم يحشر الناس. يحشرون ثم يجتمعون في مكان واحد. كيف ينتقلون إلى أرض المحشر؟
بعض العلماء قال انتبه بقوله تعالى، طبعا أكرر، عندما يقوم الناس يقومون طبعا من هذه الأرض، من هذه الأرض، من هنا، هنا يبدأ خروج الناس من قبورهم. يعني أين قبور الناس؟ في الأرض، تنفخ النفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، قاموا، يوم يقوم الناس لرب العالم. انظر مولانا، قال الله تعالى في سورة النازعات، وهذا عليه كثير من العلماء، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. يعني يقوم الناس طبعا، والأحوال الناس معلومة، لا يوجد أظن أمر اهتم القرآن العظيم بوصفه كما وصف حالة الناس عندما يقوم، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. تعرف الفراش؟ الفراش هذه الحشرة، ما اسمها بال ها؟ وبعد ذلك يذهبون إلى المحشر، يوم يخرجون من أجل سراعا كأنهم إلى نصب، كأنه يوجد علم، وقيل لهم كل الناس اذهبوا أمام هذا العلم، من كل الجهات يذهبون إلى مكان واحد. هذا كله في الأرض، ليست مستوية الآن. اسمع الآن كيف تستوي. يوم تبدل الأرض غير الأرض. قال كأنه هكذا، فإنما هي زجرة واحدة يصاح صيحة، يمكن الله أن أعلم الناس يغمضون أعينهم يفتحونها فيكونون في أرض المحشر، وهناك تدنو الشمس من رؤوسنا إلى آخره. هناك تكون الأرض مستوية، لا ترى فيها عوجا ولا أمتا، لا يوجد شيء. فهكذا الله أعلم هو الانتقال من هذه الأرض إلى تلك الأرض التي هي أرض المحشر، ويبدأ الحساب. طبعا كما يبقى الناس زمانا طويلا ثم يهرعون ويستغيثون الأنبياء إلى آخره. فإذن مولانا الخروج يكون من هذه الأرض، ثم بعد ذلك يكون الانتقال إلى أرض المحشر، وهذا كله إن شاء الله عندما نصل إليه، لكن هكذا بعد سنوات سنصل إليه. لو بقينا هكذا نقرأ يواش يواش، تمام؟ يوجد مشكلة؟ والله عجب العجب. إيه؟ يعني ذهبنا إلى المحشر ورجعنا نفخة الأولى والثانية. أي والله. إيه الحمد لله. سبحان الله. الله يحسن الختام. آمين. إيه. فإذا إن شاء الله عز وجل في وقتها، في وقتها نتكلم عن هذا الأمر بالتفصيل بإذن الله، لو أحيانا الله عز وجل. ممكن مع وصايا ماذا نفعل؟ يا رب يا رب يا رب. نعم.
إذن هذه استدلالات إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهذه استدلالات موسى عليه الصلاة والسلام. نعم، وأما نبينا عليه الصلاة والسلام فاشتغاله بالدلائل على التوحيد والنبوة والمعاد أكثر وأظهر من أن يحتاج إلى الذكر، فإن القرآن مملوء منه. يعني هل يقول هل أحتاج أنا أن آتي بمثال؟ القرآن كله، كم الله عز وجل قال للنبي قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. يعني القرآن كله، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والقرآن مليء، لو مثلا مثل تقرأ سورة النحل أو سورة الأنعام تجد هذه الدلالة، وكل القرآن طبعا، كل القرآن. تمام، فيقول لا يحتاج أن نضرب مثالا، اقرأ كل القرآن، فيه استدلالات عقلية. نعم، وقد قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. طيب، قال ولا شك أن المراد بقوله بالحكمة أي بالبرهان والحجة، فكانت الدعوة بالحجة والبرهان مأمورا بها. وقوله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن، ليس المراد المجادلة منه المجادلة بالفروع، يعني ليس المجادلة الآن يجادل الكفار بالفروع، هل لمس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، هل المجادلة في ماذا؟ في أصول الدين، في التوحيد، في وجود الله عز وجل، في عدم الإشراك بالله بهذه الأصنام وكذا. فإذا هذا إذا يوجد حكمة ومجادلة ستكون بالعقيدة، فكيف تقولون حرام أن تدل على الله تعالى بالعقل؟ نعم، ليس المراد منه المجادلة بالفروع، لأنهم ينكرون أصل الشريعة، فتعين أن المراد المجادلة في التوحيد والنبوة. لاحظ استدلالات أخرى. نعم، وقال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم. طبعا الحنفية لا يأخذون كثيرا بمفهوم المخالفة. تمام، يقول يفهم منه ذم الله من يجادل بغير علم. إذن بالمفهوم يفهم أنه من يجادل بعلم لا يكون مذموما. لاحظ سيدي من أين فهم هذا؟ لأن لو المجادلة بعلم وبغير علم هي مذمومة ما كان لهذا القيد فيه فائدة، لا يوجد فائدة لهذا القيد. لماذا قال ومن الناس من يجادل في الله بغير علم؟ لو الجدال كله مذموم كان يقول ومن الناس من يجادل في الله، وهذا لا يجوز، لكن ذمهم لأنهم يجادلون بغير علم، وهذا يدل أنه إذا كان بعلم جائز. نعم، يفهم منه أن الجدال بالعلم ليس بمذموم بل هو ممدوح، والله تعالى يأمرنا بالنظر والتدبر والتفكر. قال تعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، وقال تعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. طبعا الملكوت مبالغة من الملك، يعني أولم ينظروا في ملك الله عز وجل، لكن الملك البسيط يقال له ملك، الملك العظيم دائما الواو والتاء للمبالغة، نقول ملكوت، جبروت وهكذا. يعني الله عز وجل عنده جبروت، عنده نعم قوة سبحانه وتعالى.
قوة عظيمة وقدرة. نعم. وذكر التفكر في معرض المدح فقال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الله أكبر، أصحاب العقول. قال تعالى: إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وذم الإعراض عن الآيات، يعني أنت ترى هذا الكون ثم لا تنظر في صفحاته لتستدل على وجود الله، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون لا يتفكرون. هذا ذم عظيم. نعم. وقال الله تعالى لهم: قلوب لا يفقهون بها. ولقد زرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إنسان والله عجيب، خلق الله الإنسان ليعرف ربه وجعل كل هذه الدلائل من أجل أن ينظر الإنسان فيها ليعرف خالقه. فالإنسان يعرض، لا يتفكر في هذا الشيء أبدا. لا شك أن هذا مدعاة للذم. نعم. وذم الله تعالى التقليد فقال حكاية عن الكفار: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وقال الله تعالى: بل نتبع، يعني حكاية عن قوم، بل نتبع ما ألف، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. لماذا قال الله لهم قلوب لا يفقهون بها؟ هل يفقه القلب الأقل؟ أحسن. الدليل، طبعا الإنسان عنده قلب وعنده دماغ، والبصيرة أو العقل شيء آخر، شيء آخر. الدماغ، الحيوان عنده دماغ، ما عنده عقل، تمام مولانا؟ أين محل العقل؟ فالعقل شيء آخر غير الدماغ وغير القلب، هذه أعضاء، يعني أعضاء عضوية تمادية. العقل شيء آخر يا شيخنا. اختلف العلماء هل محل العقل الدماغ أو القلب. فإذا أكثر علماء أهل السنة أن محله القلب، محل العقل القلب. تمام. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن العقل هنا. فاختلف العلماء هل العقل في الدماغ وأثره في القلب، أو هو في القلب وأثره في الدماغ. يوجد خلاف بينها وهذا لا يضر. وأهل السنة أكثرهم يميل إلى أنه في القلب لأن النصوص تدل على هذا. لعل البصيرة أعم من العقل، لعل البصيرة أعم من العقل، لأن العقل
كما فسره بعض العلماء هو العلم بجواز الجائزات ووجوب الواجبات واستحالة المستحيلات، ثم العقل يدرك إدراكات من خلال آلية وعمل، أما البصيرة قد تكون بإلهام من الله، فالبصيرة أعم من العقل، تشمل عمل العقل وما يأتيها من الواردات والإلهامات. ولذلك الله عز وجل سمى العقل فؤاد أو البصيرة، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. فهذه طرق الإدراك عند الإنسان، وهذه الاستعدادات التي الله عز وجل أكرم بها الإنسان. نعم، الإنسان يخرج صحيفة بيضاء لا يعلم شيئا، لكن الله عز وجل زوده بآلات بها يتلقى ويستطيع أن يحصل من العلوم. علم الإنسان ما لم يعلم، الله أكبر، علم الإنسان ما لم يعلم، جعل له استعدادات ووجهه إلى، طبعا شيء بالوحي وشيء بالتجربة وكذا، وكله بخلق الله عز وجل. المهم، هنا أنا كنت أريد أن أقف لكن انتهى الوقت، سأرجع إن شاء الله عز وجل في الدرس القادم، أبدأ من هنا. وذم الله تعالى التقليد، لأن التقليد أمره خطير، وكثير من الناس يهلك بسبب التقليد. وهنا التقليد أحد أصول الكفر، فيوجد ستة أصول للكفر كنت أريد أن أتكلم عنها، فلكن لأن الوقت انتهى الآن، إن شاء الله سأرجع إلى هذه النقطة في الدرس القادم من ذم التقليد، وأتكلم عن التقليد وبعض الأشياء الأخرى التي هي من أصول الكفر ومن أسباب الكفر الأصلية، وهذا بحث جدا مهم. إيمان المقلد مقبول وكفر، ليس هذا المقصود. تقليد عقيدة ليس تقليد عملية. طبعا طبعا طبعا، نحن نتكلم في العقائد وليس التقليد فيه الفقه وفي العمليات. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمسلمون أحد رجلين، إما مجتهد وإما من العوام، هذا يجب عليه التقليد. من قلد عالما لقي الله سالما. أما نقصد نحن هنا التقليد، لاحظ، يعني أنا سأتبع قومي على كل حال، إن كانوا مهتدين وإن كانوا ضالين، كان هذا هو التقليد المذموم. يعني كان قائلهم يقول وما أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشدي، يعني أنا من هؤلاء القوم، يذهبون إلى الجنة أذهب معهم، يذهبون إلى جهنم أنا معهم، أنا لا أتركهم، أنا مع آبائي وأجدادي. هذا هو. وسنتكلم قليلا إن شاء الله عن إيمان المقلد، هل هو مقبول أو غير مقبول. أصول الكفر الستة ممكن ذكرهم فقط يعني؟ أم يحتاج إلى شر؟ لكن سأذكر لك العين الآن، ستفهم شيئا. وربما الإيجاب الذاتي، هذا التسلسل أم ليس مهم هذا الذكر؟ الإيجاب الذاتي والتحسين العقلي
والتقليد الرديء والربط العادي. أكرر: الإيجاب الذاتي والتحسين العقلي والتقليد الرديء والربط العادي والجهل المركب والتمسك في العقائد بظواهر النصوص والتمسك في العقائد بظواهر النصوص. إن شاء الله في أول الدرس القادم بإذن الله تعالى نبدأ فيها ونشرحها لعله يكون فيها فائدة إن شاء الله تعالى. نعم، إذا نقف هنا إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.